اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناه الصحه والجمال، برنامجكم المفضل محطات، معكم محمود الفرماوي. وضيفتنا اليوم الدكتوره الكبيره غاده حشاد، استشاريه الاسريه والتربويه ومديره مركز حياه لتنميه المهارات. اهلا وسهلا بك. في البدايه دكتوره، احنا النهارده كنا عايزين نتكلم عن صعوبات التعلم وكل الاطفال، انت عارفه، لكن في البدايه قبل ما نتكلم في الموضوع ونتكلم في الحلقه، عاوزين نعرف الفرق بين الاستشارات الاسريه وبين ان احنا نستشير طبيب نفسي. فحضرتك توضح لنا التخصص ده حضرتك افضل، عشان كل اسره وكل بيت يبتدي يفهم يعني ايه مفهوم التربيه الاسريه. والله ده سؤال مهم جدا جدا واساسي جدا. احنا بيجي لنا بعض الحالات بيبقوا خايفين يجوا عشان ما يوصموش بالمرض النفسي. ده طبعا طريقه تفكير خاطئه خالص. في الوضع الحالي الدنيا بتتقدم، والمرض النفسي اصبح زيه زي اي مرض اخر ومحتاج علاج زيه زي اي مرض. وفي امراض نفسيه او اضطرابات نفسيه بتحتاج علاج بسيط وبتنتهي. تمام. لو سيبنا المرض النفسي او سيبنا الاضطراب النفسي يزداد بدون علاج، ده بيدخلنا في مشاكل اكبر وممكن يقضي على حياه الاستمتاع بالحياه مع الانسان. الفرق بين اني بروح لطبيب نفسي ولا باجي استشاري تربوي او اسري او لايف كوتشنج او بقيه التخصصات الثانيه اللي طلعت، ان احنا عايزين نعرف الوقت اللي البيت يعرف فيه ان امتى ابني عنده مشكله مثلا. ان انا اتجه مثلا لطبيب، امتى تتجه لطبيب وامتى تتجه لاستشاري او لايف كوتش او حد يقعد يتكلم معاك شويه. لو الموضوع عندنا وصل لقلق او اكتئاب او مشاكل في النوم او مشاكل في التواصل مع الاخرين تمنع الانسان من انه يكمل حياته وتخليه قاعد الصبح كده، عنده شغل انما مش عايز يروح الشغل، عنده مدرسه انما وصل لانه مش هينزل المدرسه ايا كان، مشاكل في التواصل مع الاخرين، قله نوم، اي مشاكل جسميه تحولت الامراض الى امراض نفس جسميه، دي هتحتاج طبيب يحتاج عليك. انما لو في حاجات مضايقه الانسان وقادر يتواصل مع حياته وقادر يعيش، بس بيعيش بشويه قلق بسيطه، بيعيش بشويه تعب نفسي بسيط، بيعيش بشويه عدم رغبة بسيطة، يعني ما وصلتش لحالة مرضية متكررة تمنع الإنسان من مزاولة حياته بسلاسة، كده يروح لاستشاري بقى تربوي، يروح لاستشاري أسري. إحنا بيجي لنا حالات كتير بحولها لطبيب نفسي، لأن إحنا لا يمكن لينا وغير مصرح لينا إن إحنا نكتب أدوية نهائي. تمام. ولا أوقف دواء الطبيب كتبه. يبقى إذا وصلت الحالة لأن أنا بشوف إنها لا، دي محتاجة طبيب نفسي أو طبيب مخ وأعصاب، بحولها للطبيب ولا أتدخل في كتابة العلاج. تمام. طيب في البدايه حضرتك، احنا كنا هنتكلم النهارده عن في حلقتنا الممتازه مع حضرتك عن صعوبات التعلم بالنسبه او مش هنقول صعوبات، هنقول مثلا تاخر التعلم عند الاطفال. فنعرف الاول حاجه نشخصها ازاي يعني. طيب في البدايه هو احنا طبعا يعني اولادنا في جميع المراحل في المدارس بيجي بعض الاوقات بنلاقي في بعض مشاكل في الدراسه عندهم، احيانا في مشكله في ماده معينه، اشكال احيانا في مشكله في اتجاه او تخصص معين بيعمل صعوبة في تعلم هذه المادة. لما بنلاقي ان الولد فعلا مستواه في مادة او مجموعة مواد ابتدى يقل، ابتدى ما يركزش، ابتدى ما يتذكرش، ابتدى ما يفهمش المادة والمادة بقت صعبة عليه، هنا بنقول ان هو عنده صعوبات تعلم. صعوبات التعلم بتوصف كصعوبات تعلم الاطفال النورمال الطبيعيين اللي مستوى الذكاء بتاعهم لما بنعمل لهم الاي كيو، بنعمل لهم اختبار الذكاء. ده اختبار بيبقى ممكن نعمله عند حضرتك في المركز مثلا. ده اختبار بيتعمل عندنا في المركز، ده اختبار دولي بيتعمل عشان يبين العمر العقلي للطفل كام. فاللي عمره 5 سنين المفروض ان العمر العقلي يبقى في حدود ال5 سنين، اللي العمر الزمني بتاعه 12 يبقى المفروض ان العمر العقلي او العمر المكافئ في حدود 12. طيب ممكن نلاقي بعض الاطفال عملنا لهم الاختبار العمر العقلي متناسب جدا مع العمر الزمني مظبوط، لكن عندي بعض نقاط الخلل في التفسير بتاع الاي كيو بتبين لي الولد ده ليه بيعاني من صعوبات تعلم، او ليه عنده مشاكل في التواصل الاجتماعي مع الاخرين، او ليه بيتحرك كتير،
او ليه متشتت الانتباه. اللي هو تشتت الانتباه. ايوه تمام. ده كله خاص بالاطفال الطبيعيين النورمال اللي انا شايف ان هم لا 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 يقولوا ده الولد ذكي، ده الولد بيعرف وبيتكلم وبيروح وبيجي وممكن تبقى مهاراته الاجتماعيه وتواصله مع الاخرين جيد جدا، لكن نيجي عند المذاكره ينسى، يجي عند المذاكره ما يفتكرش، ما ينتبهش فتره طويله، ما يلحقش ينقل من السبوره مع المس فيتاخر. وعشان كده بنقول ان برضو المدرسه ليها دور، ومدرسه الفصل ممكن تتواصل مع الاباء في لملاحظه اي اشياء. فممكن برضو نقول ان دور المدرسه في ايه بالظبط، ممكن تحدد لنا ايه تحكي فيه. دور المدرسه هام جدا في اكتشاف المشكله. بيجي لي اباء وامهات كتير يقولوا احنا كنا معتقدين ان الولد بيستغبى او بيستعبط عشان ما يذاكرش، او مش متحمل المسؤوليه ومش عايز يذاكر. هم مش مدركين ان الولد هو مش بيعمل كده، هو عنده صعوبات معينه في التعلم بتخليه يهرب من مواجهه المواقف. تمام. اي بني ادم فينا هيلاقي في حياته مكان ما بيحس فيه بالعجز او بيحس بالضعف او بيحس ان هو بيعاني عشان يقدر يلاحق اللي حواليه، اكيد بيحصل انسحاب. طب. مش كل الناس عندها قدره على المواجهه. طب. فما بالنا بطفل لسه صغير لسه طالع يعني زرع خضره زي ما بنقول عليها، محدش علمه ازاي يواجه، وبيحاول يذاكر مش عارف، حاول مره واثنين فابتدى لما حس بالعجز ابتدى يتراجع. مروح الطفل المدرسة بيخليه يشعر بالعجز أكتر، فتلاقي الطفل ابتدى يكره المدرسة أو يعمل مشاكل أو يبتدي عايز يبين نقاط التميز اللي عنده فيقود شلة. يكون بعض الأطفال فعلا. أيوه. بنلاقيها في الأطفال في ونلاقي البيت المدرسة كده. بتبعت للأم تقول لها اليوم اللي ما جاش فيه ابنك كان هادي جدا، ابنك بيدخل الفصل بيعفرط بقية العيال. أيوه. مش ده بيتقال؟ أيوه هو عنده مشكلة مش عارف يحلها. دور المدرسة هنا هام جدا، لأن المدرسة بتعمل إيه؟ المدرسة بتقارن هذا الطفل ببقية الأطفال اللي في سنه، فتقول الطفل ده عنده فرط حركة أو حركة زيادة، الطفل ده متشتت الانتباه. احنا المصطلحات دي بس حضرتك يا ريت نوضحها عشان المستمعين. احنا يعني فرط حركه ان الطفل مش هنقول عليه شقي، يعني ممكن ازيد شويه من الشقي. شقاوة الطفل دي حاجه جميله جدا. هو ليه احنا بنعتبر شقاوة الطفل عيب؟ شقاوة الطفل مش عيب. يعني قصدي ممكن امتى نوصل اللي ما بقاش الطفل ده شقي عنده فرط حركه؟ طيب. انا اقصد هو كده. انا عندي الطفل الحركي طبيعي، الطفل الحركي الطبيعي اللي حركته زياده شويه. كل واحد مننا بيتولد بسمات وراثيه موجوده عنده اصلا. في الطفل الهادي هو مولود كده، في الطفل اللي يميل الى الانطواء شويه، في الطفل الحركي، في الطفل اللي عنده مشكله فرط حركه. لو هنتكلم على الطفل الحركي واللي عنده فرط حركه اللي توصل انها تسبب صعوبات تعلم. ايوه هي دي اللي نقصدها. يعني الطفل الحركي هو الطفل اللي بيتحرك زياده شويه عن بقيه اقرانه، لكن بيقدر يقعد فتره الحصه وينتبه. يقعد. تمام. وينتبه. انما الطفل اللي عنده فرط حركه انا بشبه الماده، يعني بشبه حركته وكان في موتور شغال جوه، موتور شغال غصب عنه، هو ما بيعرفش يقعد. حتى هو انت يا ابني ما بتعرفش تقعد؟ زي ما بنقول كده بيقعد يتنطط فوق الانتريه والحاجات دي كلها. بيتنططوا وبيطلعوا على النيش وبيقعدوا يجروا ويوقعوا وبيبقى مندفع ومش منتبه، يخبط مثلا في رجل الكرسي كل مره. كل مره بيخبط في سن الترابيزه ويعيط كل مره، ويرجع يدخل تاني ويرجع. فماما تقول له ايه؟ هو انت مش لسه مخبوط فيها من شويه؟ هو انت ما خدتش بالك؟ اعرف ان هنا في مشكله. أيوه. طالما ماما قالت كده او المدرسه قالت كده ان الولد بيتعرض لمشاكل متكرره وما بياخدش باله، كده في مشكله. كده انا ممكن اقول ان الطفل انتقل من الطفل الحركي الطبيعي طفل شقي شويه لطفل عنده فرط حركه وعدم انتباه جيد ومسببه له تشتت. هو متشتت، هو حتى لما تيجي تكلمه ما بيكملش موضوع على بعضه، تقول له اهدى بس طب نكمل الموضوع الاولاني. تمام. فيقول لك مش انا رحت النهارده المدرسه حصل كذا 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 مع الميس وصاحبي قال كذا. عارف صاحبي ده انا قابلته في الرحله؟ طب احنا كنا بنتكلم في حاجه ثانيه، مفيش تواصل ومفيش ربط بين الموضوعات. عارف لما رحنا الرحله شفنا الحيوانات نقل حاجه ثالثه، تقول له طب نرجع للموضوع. يتوهك معاه لانه متشتت الانتباه، هو اصلا مش مركز، وده بينعكس على كل الشخصيه مما يسبب صعوبات في التعلم. عشان نرجع تاني نبقى شكلنا بيتشتت انتباهنا. لا 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 طبعا. يعني دي حركه في البدايه كده ان صعوبات التعلم اول حاجه التشخيص، ان لما الاقي ابني عنده فرط حركه. وعرفنا دلوقتي للساده المشاهدين ان في فرق بين الفرط الحركه والابنك شقي. الابن شقي زي ما احنا قلنا ان الشقي ده دي حاجه صحيه، وان ده معناه ان طفل ودي سليم، ودي خبرات اجتماعيه الطفل بيكتسبها وبيبقى اذكى من الطفل المنطوي اللي قاعد ساكت. يبقى كده فرط الحركه. وتاني حاجه احنا عرفنا الفرق بين الطفل الحركي وفرط الحركه، وقلنا اهميه ان المدرسه تعرف تشخص، لان ماما ما بتقارنش ابنها غير باخواته مثلا. صح. ده كان ليه اخوات، وزاد خاصه لما كنا مثلا اول طفل ولا اي حاجه. ايوه طبعا. انما المدرسه بتقدر تقارنه. فانا يعني ارجو من الامهات
ما ترميش كلام المدرسه في الارض. المدرسه بيبقى عندها حق وبتشتكي وبتعاني، ما تقوليش المدرسه بتريح نفسها، هي مش بتريح نفسها، هي بتحط ايدها على نقطه الخلل اللي عندك اللي عند ابنك وبتبينها لك. يبقى احنا قلنا الفرق بين الطفل الحركي وفرط الحركه ثم تشتت الانتباه. تشتت الانتباه وصعوبات التعلم ممكن يجوا مع فرط الحركه وممكن ما يحتاجش معاهم فرط حركه. يعني تبقى عمليه ادراكيه بحته. ممكن الطفل اللي عنده صعوبات تعلم يبقى ممكن ده من تشتت الانتباه، ممكن. وممكن يبقى ده من نقص في الادراك، في مهارات الادراك. وممكن يبقى ده من ان هو بيئيا البيئه اللي حواليه. ما هو دي انا جاي السؤال ده لحضرتك، في ايه العوامل الخارجيه اللي ممكن تاثر على الطفل؟ يعني ممكن يكون طفل سليم ومثلا انا في ابتدائي وبنسعى عليه في المدرسه كويس جدا وما كانش عنده فرط حركه، في حاجات اثرت عليه، ايه اللي ممكن العوامل اللي تاثر على طفلي؟ ممكن مثلا نقول التلفزيون او الموبايل، ولا عشان ما نخش في موضوع تاني، او نقول مثلا ان في مشاكل في المدرسه مع بعض الاولاد او حاجه يعني. طيب في مشاكل نفسيه طبعا ممكن تؤثر على الطفل، بس مش هتوصل لصعوبات تعلم. هو هيرفض يتعلم الماده دي، ليه؟ لان المدرس ده مثلا قال له كلام وحش في الحصه، او في مدرس مستقصده، او هو مش عارف يفهم من اسلوب المدرس ده، فدي هتسبب له شويه مشاكل نفسيه ضد الماده دي فهيرفضها. وبنلاقي مجرد ما المدرس اتغير او جبنا له مدرس في البيت الولد فهم. ممكن دي الحمد لله ملهاش دعوه بالمهارات العقليه خالص. تمام. شطاره الام انها تكتشف هل مشكله الولد ده في الماده دي طول العمر حتى لو جبنا له مدرس في البيت، ولا هي مشكله الولد كان كويس السنه اللي فاتت، السنه دي مجرد ما غيرنا المدرس او المدرسه غيرت المدرس صح. الولد عانى. دي صح امرها سهل جدا، يا هنغير المدرس، نغير المدرس اذا كان ده ممكن، يا هنجيب مدرس في البيت يحل لنا المشكله دي انتهت. انما مشكلتي انا دايما في العمليات العقليه، المشاكل بتاع العمليات العقليه. الموبايل والتلفزيون مثلا كعوامل بيئيه بتاثر جدا جدا على الادراك والانتباه لدى الطفل، خاصة ان الاطفال يعني حاليا بيقعدوا فتره طويله جدا، الكرتون والافلام الفيديو المختلفه بيقعدوا وقت اطول، فالفتره دي انت حضرتك قبل كده كلمتينا ان المفروض يقعد نص ساعه تقريبا. هو وفقا لتعليمات الجمعيه الطبيه او الاكاديميه الطبيه الامريكيه لحد خمس سنين زيرو مينتس، ولا دقيقه الطفل يقعد لا قدام تلفزيون ولا قدام موبايل ولا لاب ولا تاب ولا اي اجهزه الكترونيه زي ما بنقول كده كل ما له فيشه. تمام. ما يقعدش الطفل قدامهم من خمسة لسبعة نص ساعة، وهكذا تبتدي تتصاعد لحد ما توصل أقصى حاجة ساعتين لحد 12 سنة. أقصى حاجة أقصى ساعتين حاجة. أقل من خمس سنين ما يمسكش موبايل ولا تلفزيون، سبع سنين نص ساعة بس. ليه بقى؟ لأن أنا بحرمه في الوقت ده، لو هو قاعد ثلاث أربع ساعات خمس ساعات ماسك الموبايل أو قدام التلفزيون في الوقت ده، المفروض ان في مرحله النمو الشديده للطفل اللي هي قبل الخمس سنوات بيتواصل مع الاخرين، بيتواصل مع اللي اكبر منه واللي اصغر منه، وبيتواصل مع اللي في سنه، بيكتسب خبرات، والخبرات اللي الطفل بيكونها نتيجه التواصل الاجتماعي بتكون شخصيته، بتبني شخصيته، بتبني طريقه تفكيره طبعا. بتبني مهاراته العقليه، بتبني طريقه عمل المخ اصلا. فبالتالي انا بحرمه من كل ده في اهم مرحله نمو. وبعدين عشان يخليه يكون شخص اجتماعي، بيتفاعل مع زمايله، بيتفاعل مع والده ووالدته، بيتفاعل مع المجتمع بشكل عام، يعرف امتى يتقمص وامتى يضرب وامتى هيسكت وامتى يدافع عن نفسه وامتى ما يضربش اللي قدامه، واخلاقيا هيضرب مين ومش هيضرب مين وهيدافع عن نفسه. لان بيجي لنا الاسئله دي قوي، ابني لما بيتضرب بقول له اضرب. طب ما هو مش هيضرب كده، مش عمال على بطال. خلاص لازم يفكر الخبطه اللي جات له او الضربه اللي جات له دي من زميله مقصوده ولا غصب عنهم الولاد بيقعوا على بعض، ولا الاخر مستقصده وهيرد ازاي، وهل اول ما هيرد هيبتدي يضرب. كل دي مهارات الطفل بيكتسبها من الخبرات. يقول للميس ايه ويكلمها ازاي، ويكلم الناني او الدادة اللي في المدرسه ازاي، يحترم ازاي الاخرين سواء كبار او صغيرين، الفرق في الكلام مع بابا وماما وتيتا وجده، والفرق في الكلام مع حد في الشارع لو حد حب يتحرش بيه او يعتدي عليه او يخطفه او اي حاجه، الكلام مع زمايله في المدرسه ياخد حقوقه ازاي. كل دي خبرات اجتماعيه بتنمي وتبني شخصيه الطفل، وبتكون لنا قدر من الذكاء اللي الطفل يقدر يعيش عليه بقيه حياته، يتعامل بيه مع زي ما احنا قلنا في المدرسه وفي البيت وفي كل مكان. أيوة. وعشان كده بنقول بناء المهاره، احنا عاوزين نوصل في مرحله ان احنا الطفل ما يبقاش عنده مشكله، احنا عاوزين نعرف الحلقه النهارده بنتكلم فيها عشان كل بيت وكل اسره بتتفرج على حلقتنا النهارده،
يعرف ان ابنه ده عنده فيه مشكله ولا ما فيش مشكله. والتشخيص اللي حضرتك وضحتيه ان فرط حركه والمسميات اللي احنا اتكلمنا فيها دي بحيث ان ما يبقاش في عنده عائق معين يعني. لان التشخيص مبكرا من اساسيات العلاج الصح. لما بيجي اولاد عندهم 15 سنه و16 سنه وساعات 8 سنين وساعات 9 سنين وساعات 12 سنه، دايما كل ما سن الطفل بيكبر كل ما العلاج بياخد فتره. احنا علاجنا بيبقى بالجلسات، تنميه مهارات سواء انتباه تذكر تركيز، تنميه مهارات اجتماعيه، ايا كان نوعيه المهارات اللي بنبنيها فهي كلها عباره عن جلسات. وزي ما قلت احنا ما بنكتبش ادويه، فالجلسات دي بتاخد وقت طويل جدا لو السن كبير. طفل عنده 5 سنين غير 8 غير 12 طبعا. فكل ما الاب والام اكتشفوا المشكله بدري كل ما ده كان كويس جدا، لانه هيقلل فتره العلاج ويخلي خلاص الموضوع بيتحل بسهوله. صح، هو ده احنا يعني عشان كده بنحكي بنتكلم ان احنا عشان كده التوعيه مهمه جدا فعلا، وعشان ما يبقاش المشكله اكبر من كده. ايوه طبعا. طيب دي بالاسباب بقى حضرتك حابه توضحي مثلا في بعض النماذج اللي بتيجي المركز عند حضرتك، ايه مثلا اهم الاطفال اللي شايف عندهم مشكله كبيره وتاخروا عليها الاباء في توصيلها لحضرتك؟ في عندي نماذج عمليه بتجيلي كتير جدا، الاب والام جايين يقولوا الولد ذكي او البنت ذكيه وبتعرف تتكلم وبتعرف تروح وبتقاوح انما عنده مشكله في الدراسه مثلا. الماده دي مش منتبه ليها قوي. ابتدى بقيه المستوى، لو الطفل كبير شويه ابتدى مستواه في بقيه المواد يقل بعد ما كان بيطلع كويس في اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي، نيجي عند رابعه ابتدائي نقول لا ده هو ابتدى يتاخر قوي ينزل، او خمسه او سته. كل طفل قدراته العقليه هتوصله لقدر معين، احنا بقى عمالين ندي الموبايل والتلفزيون فبنحجم نمو القدرات دي. فعمره الزمني بيبقى 7 سنين 8 سنين 10 سنين 12 سنة، انما العمر العقلي مش بينمو بنفس نمو العمر الزمني. فنلاقي بعد كده لما نعمل اي كيو حد عنده 12 سنة انما العمر العقلي. نوضح بس الاختبار ده تاني، الاي كيو اللي هو ايه حضرتك؟ عشان الاي كيو اللي هو اختبار الذكاء اللي احنا بنعمله عشان نبين العمر العقلي للطفل ومستوى ذكاء الطفل وكمان المهارات العقلية والقدرات العقلية اللي داخل المخ. بيطلع لنا 14 مهارة عقلية وقدرة عقلية بالدرجات وبالعمر. في بعض الأولاد بيجوا عنده 12 سنة مثلا ومستوى الذكاء بتاعه كويس جدا، المستوى العام مستوى الذكاء متوسط. تمام. جايب من 90 للـ110. بيبقى في حضرتك أسئلة رياضية مثلا ولا بيبقى يتضمن إيه بعض الأسئلة؟ هل أسئلة عامة أسئلة رياضية أسئلة اجتماعية؟ بيتضمن كل حاجة. كل حاجة ممكن يقابلها الطفل، سواء كانت حسابات رياضية، مقارنة أشكال مع بعض، تذكر وانتباه. بنحط بعض الاختبارات فيها وقت، هو الاختبار ده مقنن دولي مقنن احنا. تمام. مش من عندنا. دي طريقة عمل الاختبار كلها بالألعاب، بعضها بطيم بعضها مش طيم، بعضها الطفل بيتكلم بعضها ما بيتكلمش، بيوصف بعض الاشكال اللي قدامه، بيقول بعض الـ وظائف بعض الاجهزه. في حد ممكن يدرب الطفل عليها الاختبار ده ولا مش محتاج؟ هو مش المفروض انه يتدرب، لان انا بقيس الوضع الحالي. هو مثلا عندي طفل عارف مثلا ان ده جهاز كمبيوتر بيستخدم في ايه؟ يعني انا جالي حد مثلا بابا بيشتغل اشاره مرور، ده كان عنده 8 سنين. بابا بيشتغل إشارة مرور. وحد تاني بابا بيشتغل محل. مش هو مش يعني. عارف يوصف إن بابا عنده سوبر ماركت. مش عارف يوصف إن بابا ضابط شرطة. تخيل الوضع بقى، ضابط شرطة واقف في الشارع ضابط مرور. فهو مش عارف يوصف. هل ده يعتبر في عند طفل عنده 8 سنين و9 سنين و10 سنين، هل ده رد فعل طبيعي لما تقول حبيبي بابا بيشتغل كده إيه؟ في مشكلة. كده في مشكلة. كده في مشكلة. من اسباب المشكلات البيئيه برضو اللي بتسبب لنا صعوبات التعلم، عشان نرجع لنفس موضوعنا اللي هو من ضمن الاسباب الاسباب البيئيه الكم المعرفي اللي بيدخل لدى الطفل. يعني انا وانا قاعده مع الطفل كده من اول ما بيبتدي سن سنه ونص، وانا بقى اصلا مش انا اللي بقول، العلم بيقول ده من الحمل، انا بكلم الطفل ولا مش بكلمه؟ من الحمل. دي معلومه اول مره نعرفها. لا ليه؟ من الحمل. ماما المفروض تحط ايدها على بطنها كده وتكلم البيبي جوه، وتبص له، تبص ليه عاطفه وتبص ليه حنان بمشاعر متزنه. يمكن انا قايله الكلام ده ليا كتاب اسمه فن الحوار، العلاج بالحوار للاطفال، هينزل ان شاء الله في موعد الكتاب الجاي، بتكلم فيه عن اهميه الحوار للطفل من الحمل حتى سن المراهقه وحتى نهايه مرحله المراهقه. بتكلم بقول ايه؟ ايه العبارات اللي بقولها؟
ان انا اتكلم كتير. يعني انا اتذكر ان انا كنت مع اولادي، انا الفك هنا كان عندي بيوجعني من كتر الكلام. ما ببطلش كلام، بدي معلومات معلومات. وحكايه القصص دي يا فندم كنت كلمتيني فيها قبل كده، اللي هي القصص، حتى القران الكريم ربنا جعل فيه اكثر من ربع او ثلثين طبعا. لو هنرجع تاني لصعوبات التعلم، الطفل اللي عنده صعوبات تعلم بيبقى فاقد الثقه في نفسه. طبعا ما هو بيروح المدرسه شايف روحه اقل من كل الاطفال اللي حواليه، وشايف روحه المدرسه بتدي جوائز للاطفال اللي حواليه وهو لا، والباقيين بيكتبوا ويخلصوا من على السبوع ايا كان المرحله التعليميه وهو ما لحقش. فعلى طول بيلام، على طول بيتم تبكيته، على طول بيتم نقده، على طول بيتم لومه، فبالتالي ثقته في نفسه بتنزل. طيب احد وسائل العلاج عشان نبتدي نقول الحلول بقى، احد وسائل العلاج بس العلاج بالنسبه للاسباب، هل المدرسه برضو ممكن تاثر يكون سبب من ضمن الاسباب للتاخر او صعوبات التعلم؟ ممكن تكون مدرسه مثلا بتعامل الطفل بطريقه مش كويسه، يكون اصغر سنا من الاطفال الثانيه، او بعض الزملاء الاطفال اللي حواليه بيضايقوه، يعني ممكن دي تاثر برضو زي ما حضرتك قلت المؤثرات الخارجيه. انا عندي طفل حاجه هشه كده صغننه لسه بتكبر، اتعامل معاه وكانه عجينه لسه طريه، كل ما العجينه دي بيتقدم بيها السن كل ما بتبتدي تتشكل وتجمد. فانا جيت كمدرسه قلت له انت مش كويس، انت بليد، انت ليه متاخر عن زمايلك، انت مسبب لي مشاكل على طول في الفصل انت. فانا اكن جبت العجينه دي ورحت خبطتها بوكس كده. ماما قالت كلمه فخبطت بوكس كده، بابا قال حاجه فعملنا بالشنيور حفره كده. ابص الاقي والعجينه دي وهي طريه ومتكامله كده ومدوره وانا مستلمها من ربنا فيها سمات وراثيه وكلها او معظمها حاجات جميله جدا، ابتدت مكوناتها تختل نتيجه الخبطات اللي بتحصل، وابتدت تنشف وتجمد على كده. لان كل ما الطفل او كل ما الانسان بيتقدم في العمر كل ما شخصيته خلاص بتتشكل وتوصل للثبات خلاص. تمام. فلما اجي في السن الصغير الشخصيه لسه طريه والعجينه لسه طريه وانا عماله اسيء من هنا وبهدل هنا، وده يقول كلمه وده يقول كلمه وده يبهدله شويه، ده انا في الاخر عملت ايه؟ شوهت الشخصيه دي، وارجع في مرحله المراهقه اشتكي واقول ابني تعبني ومغلبني والمراهقين دول مزعجين ودول الجيل ده غير الجيل اللي فات. هي البناء الاول، احنا لو بنينا الاطفال بناء صح زي ما حضرتك قلتي هيبتدي هيريحنا في المراهقه وبعد كده اما يكبر ويفتح بيت كمان. يعني في حتى البنات بالذات يمكن لو هي عندها خبره حياتيه من والدتها وبتتكلم زي حضرتك معاها، اما هي هتبقى ربه اسره بعد كده، يعني الام بالذات. انا ارفض هذا التحيز. بنات واولاد، القوامه في يد الرجل. لما يبقى بس اقصد ان الام بتقعد فتره اطول مع الابن وهي برضو اللي ممكن تلاحظ لو في مشكله اكتر. حضرتك يعني اثرت نقطه مهمه جدا اشكرك جدا عليها. الله يكرمك. البنت مع ماما عشان تطلع واخده خبرات ماما وطريقه تفكير ماما وحنكه ماما وخبرات ماما، الولد بقى اللي بابا سايبه في البيت وهو بره البيت طول النهار هيطلع ماما. صح. هيطلع ماما، ما هو فين القدوه؟ فين النموذج اللي هو شايفه ويقلده؟ ماما اللي معتمده على بابا احيانا او شايفه ان هي مش هي الاساس رغم ان هي غصب عنها هي الاساس. خلاص. وماما اللي طريقه كلامها طريقه كلام سيدات. طريقه كلامها سيدات، فهتعمل ايه؟ هو هيعمل ايه؟ اكيد هيلقط دي، اكيد هيبقى تواصله مع امه بنسبه 90% ومع بابا بس 10%. يجي بابا بقى لما الولد ده يكبر يبقى في مرحله المراهقه يلاقي الولد لازق في ماما. يدخل الاب يلاقي سر الولد مع ماما، واول ما يدخل الولد وماما يسكتوا لانه مش عايز بابا. مش عايز. صح. يحصل ايه؟ يحصل هجوم من بابا على الولد، اصل انت ابن امك، اصل انت مش عارف مالكش شخصيه، اصل انت معلش انا بحب دايما اتكلم بالعبارات اللي موجوده في البيوت اللي عندنا عشان نلمس المشكله فعلا نحط ايدنا عليها. طب مين اللي عمله كده؟ طب ما انت اللي سبته. طب فين النص ساعة أو الساعة على الأقل، ساعة على الأقل يوميا أنت قاعد مع ابنك ده؟ نهتم بالكواليتي، يعني حتى لو مش طول النهار 10 ساعات، لو ساعة بس ساعة فيها كواليتي بس أفضل. ساعة أنا قاعد مركز، مش ساعة ماسك الموبايل طبعا والاسم قاعد. فلازم الولد يكتسب، فهي يكتسب صفات الرجولة من طيب بابا. شكرا ليك يا دكتورة، وإن شاء الله تنورينا في الحلقات القادمة. مع السلامة. ألف شكر. ألف شكر ليك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. Thank you.